كرمت وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ممثلا بوكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي الشطرنجي خالد العماري بطل العرب للشطرنج تحت 20 عام في البطولة العربية التي أقيمت في تونس مؤخرا. وخلال حفل التكريم هنأ وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي لاعب المنتخب الوطني العماري على هذا الإنجاز، مؤكدا اهتمام قيادة الوزارة ورعايتها للأبطال الذين يحققون الإنجازات ويرفعون اسم بلادنا خارجيا. من جانبه عبر اللاعب خالد العماري عن بالغ شكره وتقديره لقطاع الرياضة على هذا التكريم، مؤكدا أن الدعم سيكون حافزا له لمواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات لبلده. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن نتوج تكريم البطل خالد وليد عبد الله عوض العماري، بطل الجمهورية، بطل بطولة مصر الدولية، وبطل الشباب لسنة 20 للعرب في سوسة تونس. اليوم نحن في وزارة الشباب والرياضة نقدم الشكر والتقدير لله ثم لقيادتنا الرياضية المتمثلة بالوزير الأستاذ نايف البكري والأستاذ خالد الخليفي ومكتب الشباب والرياضة بقيادة الكابتن الأستاذ بدان شادلي على تسهيل كل المهام التي صادفناها وكل الصعاب التي صادفناها في تجهيز سفرنا إلى تونس. كما نشكر الاتحاد العام لتجهيزه لنا وكل التنسيقات التي أجريت لتجهيزنا للسفر، وهذا ونتمنى من قيادتنا في وزارة الشباب والرياضة أن تواصل الدعم والاهتمام بالكابتن خالد وليد العماري حتى ينال أول لقب أستاذ دولي كبير جي إم على مستوى الجمهورية بإذن الله. وفي الأخير نتمنى من كل لاعبي أندية عدن مواصلة المثابرة الشطرنجية والاستعداد للمنافسات القادمة بإذن الله لتشريف عدن والوطن بصورة عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اللاعب خالد وليد عبد الله عوض العماري. أولاً أنا حققت البطولة العربية في تونس تحت 20 سنة بطل العرب، مشاركة 14 دولة عربية. ومن ثم نشكر وزارة الشباب والرياضة، نشكر وزير الشباب والرياضة نايف البكري والخليفي وكيل الشباب والرياضة على دعمهم المتواصل للشباب المتألقين، ونشكر الأستاذ رمزي محمد قاسم رئيس اتحاد عدن للشطرنج، ونشكر المدرب والأستاذ الدولي مجد فهمي على تدريبه لي يعني، ونشكر الوالدين طبعا أبي وأمي على دعمهم المتواصل لي وتحفيزي معنويا وماديا وكل شيء، والحمد لله يعني نستمر إن شاء الله في إنجازات أخرى إن شاء الله. طموحاتي إن شاء الله نأخذ يعني بطولة العرب للرجال إن شاء الله في السنة القادمة، ومن ثم إن شاء الله بطولة آسيا.